الخوت السلام عليكم. والله ما بقيت عارف واش هاد الخبار غتفرح ولا غتقلق. الاجتماع اللي داروه قاده الاغلبيه الحكوميه وكنقصد بالضبط عزيز اخنوش مول حزب الحمامه وعبد اللطيف وهبي مول التراكتور ونزار بركه مول حزب الميزان يعني زعماء احزاب التجمع الوطني للاحرار والاصاله والمعاصر او حزب الاستقلال قال لك السي الامور هانيه وداكشي اللي كتسمعوه على ازمات الغلاء وضعف القدره الشرائيه للمواطن غير كذوب وخاصكم تثيقوا في الحكومه وتكذبوا اي حاجه اخرى شفتوها او سمعتوها بودنيكم في الصحافه وفي مواقع التواصل الاجتماعي. هاد الناس غير كيكذبوا عليكم والامور راها غاديه بخير وعلى خير ما كاين والو والمغاربه شبعانين في كروشهم وما خاصهم حتى شي خير غير شي وحدين فيهم الله يهديهم كيقلبوا غير على الصداع البلبله والمشاكل باش يسيئوا السمعة ديال الحكومة الموقرة ديالنا ويضربوا السمعة ديالها في الحضيض ويبخسوا من الجهود اللي كتقوم بها هاد الحكومة باش تخدم المواطن. عبد اللطيف وهبي قال لك السي بأن ثلاثة ديال الناس اللي كاينين في المغرب حاليا هما اللي كيقولوا الحقيقة وهما اللي عندهم الحق وهما اللي خاص الشعب يسمع ليهم. أولهم عزيز أخنوش وثانيهم هو بنفسه يعني وهبي مول القانون ديال العلاقات الرضائيه ونزار بركه اللي وقف على شغلو بيديه ورجليه حتى عينه في مجلس الحكومه واحد من المقربين منه في منصب سامي في الدوله وصيفطه خمسه ديال كبار المرشحين الاخرين لهذا المنصب صيفطهم بحالهم وقالوا ليهم سمحوا لينا ما عندكمش الكفاءه والخبره والتجربه اللي عند هذا السيد. ولكن الخبر اللي شغل الناس بزاف وخلاهم يتسالوا واش هذا الشيء صحيح ولا غير قرنابي هو قضية 60 مليار درهم غادي نعاودها باش تسمعوها مزيان وتدخلوها للأضمغة ديالكم لي طيط 60 مليار درهم وماشي 60 مليار سنتيم ايوا حسبوها انتم انا شخصيا والله ما فيا ما نحولها للسنتيم. واش هذا المبلغ المالي الضخم قال لك السي باش يدعموا القدرة الشرائية للمواطن ولا شنو قال لك بغاو يعاونوه كيفاش هذا المعاونة انا كنسائل الله اعلم واش غادي يساهموا مباشرة ماشي مبلغ شهري مع الضعفاء والمحتاجين وجميع المغاربة المتضررين من أزمة الغلاء بمن فيهم الطبقة المتوسطة ولا هاد المبالغ الضخمة غادي تمشي عاوتاني بطريقة غير مباشرة للناس اللي ما كيستحقوهاش نهائيا والدرويش غادي يبقى دائما مضرور وغادي يبقى يشكي ويتشكى ويعاني من الغلاء. أسيدي بلا هاد 60 مليار درهم كاين الحل خبيوه وخسروها على الضروريات ديال المغاربه وحاربوا غير الاسباب الحقيقيه المؤديه لهذه الازمه. راكم عارفين هذه الاسباب وقادرين باش تحلوا المشكل الا بغيتوا تحلوه. وباش نكون دقيق معكم فهاد 60 مليار درهم راه بداو كينفقوا فيها من سنه 2022 وقال لك هذا المبلغ الضخم هو عباره على اعتمادات ماليه استثنائيه من سنة 2022 باش يساندوا القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وهذا المبلغ هو اللي خلى التضخم في نسبة 6.6% سنة 2022 يعني هاد 60 مليار تخسرات وتخسر الجزء الأكبر منها. ولكن غير قولوا لي اش بان لكم اخوتي اش شفتوا باش حسيتوا مثلا في هاد 2023 كاين شي تغيير ولا والو؟ خليوا لي التعليقات ديالكم هنا اسفل في ركن التعليقات وقبل ما نكمل التعليق ديالي على هذا الضجه الكبيره اللي خلقها هذا التصريح المثير للجدل ديال الثلاثي اخنوش وهبي وبركه. نسمعوا كيفاش وزير العدل باغي يرقد المغاربه ويزيد في التنوين ديالو ملي قال لهم حنا الوحيدين ثلاثه اللي خاصكم تسمعوا لينا. واش وهبي بغى يحجر علينا ويدير الوصايه على المغاربه ملي قال هذا الكلام الغريب والعجيب؟ انا والله ما فهمت شي حاجه. المهم هو سمعوا وحطوا التعليقات ديالكم عبروا على الاراء ديالكم في ركن التعليقات راه الميساج ديالنا كيوصل للجهات المسؤوله ولله الحمد. نسمعوا تصريح واحد كل اللقاءات اللي كتكون بين القيادات اللقاءات اللي كتكون بين قيادات الاغلبيه بحكم اننا حجمنا قليل كقيادات ثلاثه القيادات حكومة منسجمة وحكومة تشكل قوة توافق بين قيادة الأغلبية نلتقي باستمرار فقط هذا اللقاء كيكون لقاء رسمي غير مجدد اللقاء مع الإعلام وكذلك مع الإخوة في البرلمان في مجلس المستشارين مع بعض أعضاء القيادات السياسية
نحن تبادلنا فقط اليوم بعض الافكار نقبل نأكدوا عليها على أن هذه المشاكل اللي كنشوفوها الآن اللي سمعنا وتقولوا عليها كثير هي مشاكل طبيعية في المسار كياخذ المغرب في المجال الاقتصادي والفلاحي والسياسي. نحن سنواجهه بتحالفنا، سنواجهه بوحدتنا، سنواجهه باتفاقاتنا، وسنواجهه باحترامنا لعلاقتنا والالتزاماتنا سواء على مستوى البرنامج الحكومي أو سواء على استنادا على ميثاق الأغلبية. لذلك سنستمر هذه الحكومة وسنشتغل بهذه الحكومة وسنواجه هذه المشاكل وهذه الأزمات وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة إلى أن نقوم بدورنا كما ينتظر منا من طرف المواطنين ومن طرف جلالة الملك. لذلك تأكد أن كل ما تسمعونه خارج ما نقوله نحن الثلاثة غير صحيح. نحن الذين نملك الحقيقة، نحن الثلاثة، وسنبلغكم بها في حينها. لذلك ثقوا فينا، ثقوا فينا حينما نقول لكم أننا أقوى مما كنا في الماضي، ولنا إحساس قوي بالاشتغال أكثر، بل لنا شعور رغبة في العمل أكثر، لأن خدمة هذا البلد وخدمة هذا الشعب مفخرة لنا ونشان على صدورنا، ونحن في الحقيقة نعتبره فرصة تاريخية لكي نقدم شيئا لهذا البلد سيسجله الأجيال اللاحقة وتقول بأن هناك كانت قيادة فلسطينية حققتها وما لم يحققه الغير. شكرا لكم. الوزير وهبي قالها وأكد عليها، تيقوا فينا، قالها بزاف ديال المرات بحال إلا الناس ما غايتيقوش. قال حنا أقوى مما كنا في الماضي ولنا إحساس قوي للإشتغال أكثر ورغبة في العمل أكثر، لأن خدمة هذا البلد وهذا الشعب مفخرة لنا ونشان على صدورنا، ونعتبره فرصة تاريخية لنقدم شيئا لهذا البلد. وزاد يقول بأن هذا الإنجاز غادي يتسجله الأجيال اللاحقة، وتقول كانت هناك قيادة ثلاثية حقيقية حققت ما لم يحققه الغير. أش من إنجازات السي وهبي؟ واش كتنص على المغاربة ولا شنو؟ أش غادي نقول لك أنا من هذا المنبر؟ سير توب لله وراجع نفسك وقناعاتك، راكم قهرتوا الشعب وما بقى ليه فين يزيد يصبر. أما السي أخنوش رئيس الحكومة فحتى هو صدم المغاربة بزاف ملي حاول يتبرأ من المسؤولية ديالو كعضو في الحكومات السابقة. قال لهم بأن حكومة العثماني وحكومة بن كيران هما اللي كانوا حيلة وسبب في هذه الأزمات اللي كيعانيو منها الآن المغاربة، بحال إلا ما كانش هو مسؤول يعني أخنوش على قطاع حيوي هو قطاع الفلاح، وبحال إلا ماشي هو المسؤول الأول والأخير على مخطط المغرب الأخضر اللي كيتعرض هذه الأيام لواحد الحملة انتقادات شديدة من طرف المغاربة، خصوصا مع القضية ديال الجاموس البرازيلي والضجة الإعلامية والفيسبوكية واليوتيوبية اللي واكباته من نهار قرروا باش يستوردوه ويوكلوه للمغاربة، يوكلوا اللحم ديالو للمغاربة. كيفاش غادي ينتيقوا أو ينتيقوا أخنوش ملي كيعلق الفشل ديالو والحكومة الحالية ديالو على الحكومة السابقة اللي كان هو بنفسه وحزبه فاعلين أساسيين فيها؟ سمعوه وكرموه بالتعليقات ديالكم، عبروا على آراءكم في إطار الضوابط بلا سب أو شتم، جزاكم الله، قولوا لي شنو خاصو يدير وشنو هو الواجب الملقى على عاتقه وعاتق الحكومة دياله، وشنو دار لينا من نهار وصل لهاد الحكومة عامين هذه تقريبا ومازال ما بين لينا والو، ما شفناش المفيد، ما كاين غير ما يقلق ويثير غضب الشعب على السياسة والسياسة الحكومة ديالو. ها كلامه شخصي، حلل وناقش أخي المغرب أختي المغربية الشريفة. دابا ديال الاجتماع ديال الأغلبية باش نتكلموا على واحد العدد ديال المواضيع. أولا هتسمعوني؟ لا كتسمعوني؟ كان سمعوا كسي أخي وش يصير؟ كانت مناسبة باش نتكلموا على البرامج الحكومية. أولا شرحنا الإخوة البرلمانيين يعني الموقف ديال الحكومة في واحد العدد ديال لي بروجي اللي كاينين. تكلمنا على الضفية الحالية والضفية اللي كانت اللي مرينا بها في هذا الشهر ديال رمضان. واش ما كتسمعوش ولا الصوت ضعيف؟ ولكن ماشي مشكل ياسر. سيت شوف شي واحد جيبوها ميكروفون بقاد بعدا ما عليناش.
سي بون سي بون سي بوا سي سير سير دونك تكلمنا على البرامج الحكوميه، تكلمنا على البرامج اللي كتهم المواطنين اللي هي يعني الاشكاليه والمشاكل اللي كنا يعني مرينا بها في هاد 10 ايام الاولى ديال رمضان اللي كتهم التضخم والانفلاسيون، وكيظهر لي بانه كانت هاد الايام الاخيره يعني شروحات بما يخص المواد والمنتوجات الفلاحيه، فهي الفلاحات تعرضت لواحد اولا القل الماء، وتعرضت كذلك الاشكاليه ديال لا سومونس اللي طلعت ليها الثمن ديالها، وكذلك ديال لي برودوي فيتو سانيتير ولا زوت اللي تقريبا كانت ضربوا في جوج ولا في ثلاثه الاثمنه ديالهم اللي خلت انه التكلفه طلعت. ولكن رغم كل هذا كيظهر لي بانه مع الاخوان الفلاحه الاجتماعات اللي قمنا معهم وكذلك الاتفاقيات اللي كانوا خلت انه الاثمنه رجعت لواحد المستوى اللي هو احسن. ومناسبه كانت كذلك باش نتكلموا على يعني البرامج الحكوميه اللي هي كتهم الدوله الاجتماعيه فيما يخص الصحه فيما يخص التعليم. يا ودي اسربي تلقى السي اخلوش اسربي لومبلوا ولا شارت ولاش عندك عطينا المفيد. انجازات كبيره اللي تعملت في هاد الشهور اللي دازت واللي الحكومه رغم وسمعتوه قال لكم انجازات كبيره بزاف تحققات. الا شفتوا شي انجازات اخوتي كتبوها لي هنا في رقم التعليقات نواصلوا الاستماع. يعني الظروف اللي كتمر فيها بعض المرات اللي كتكون صعبه ديال قله الامطار والمشاكل اللي كتكون مطروحه فهي واخد هو انا غير السقف الامطار عاوتاني وكيتفادى ويتجاهل كل مصايب الكحله والاسباب او المسببات الحقيقيه ديال هذه الازمه بمن فيهم المضاربين والمحتكرين والسماسره والوسطاء وغيرهم وغيرهم واصحاب الكروش الكبيره اللي ما كيشبعوش ما كتقنعهمش واحد النسبه مناسبه ديال الربح باغيين يربحوا كل شيء باغيين يديو كل شيء هو المزلوط او المواطن المقهور والعضو او الفرد اللي كينتمي للطبقه الوسطى غادي يخلص من ظهره الكاب ديالها باش تمشي في البرنامج الحكومي ديالها وتقوم به في احسن قيام. شفنا بانه الحمد لله في هذه المناسبه انه يعني الفوق البرلمانيه كلها يعني متماسكه وراء الحكومه. هذه سبق لي هذا التصريح بالذات سبق لي علقت عليه البارح وقلت ليه راه ماشي شي حاجه غريبه السي اخلوش او راه ماشي بالسيف على هاد الناس او بالسيف عفوا عذرا اخواني اخواتي بالسيف على هاد الناس باش يوقفوا من مور الحكومه ديالك ولو انهم كينتميو او يظهروا بانهم ينتمون الى المعارضه بالسيف عليهم باش يساندوا الحكومه ديالكم. راه الاخبار فراسك السي اخنوش وراك عارف كل شيء والشعب عارف كل شيء. نكملوا كدعم الحكومه بدون شرط وبانهم تبع يعني البرامج لا بشرط كدعمها بشرط ماشي بدون شرط يواكبوا ويوصلوا لميساج المواطنين على المجهود الكبير اللي كتقوم به الحكومه وكتعرفوا تبارك الله والله الا مجهود كبير كتقوم به الحكومه ديالكم السي اخنوش مجهود كبير وشفنا الثمار والاثار ديالو على المعيشه ديال المواطن باين بان المواطن المغربي شبعان وما خاصو خير غير شي وحدين فيهم كيفقلوا في البدايه ديال هذه الحلقه باغين غير يشوشوا على الحكومه ديالكم هادشي اللي بغيتي توصل لنا وبانه كاين مشاكل اللي هي موتة في القصه ديال الماء راه قصه طويله الا نعاود انا كيحاول يصفي الحسابات مع بعض الوزراء السابقين في الحكومه السابقه اللي كان هو عضو فيها نعود لكم عليها والسيد الوزير هنا راه هو يعرف هذا اكثر مني ولكن هذا ارث ثقيل اللي كنحاولوا في بضعة شهور أننا نلقاو ليه الحل لا فيما يخص التحلية ديال المياه ولا فيما يخص لو ترونسفير ديال الماء ومشاريع الحمد لله قوانين اللي كتهم العاجل وكتهم واحد العدد ديال القطاعات اللي غادي نجيبوا بها في الشهور المقبلة. إذا الدينامية كاينة الحكومة مواصلة العمل ديالها بجدية الأفق باين لي كريز اللي كيبانوا اللي هما حقيقيين راه كان يعني كنعالجوهم واللي هما مصطنعين كنجاوبوا عليهم واللي كيهمني
انه شفت بانه الحمد لله رؤساء الاغلبيه اللي حاضرين معنا مشكورين كيدعموا وهما ولا الفرق ديالهم ولا الاحزاب ديالهم يدعمون هذه الحكومه بالنجاح حتى ان شاء الله تعطي النتائج اللي كيتسناو منها المواطنين في احسن الظروف. تفضل السي وهبي. شكرا سي الرئيس. المهم اخواتي كيف قلت لكم في الحلقه ديال يوم امس واللي كنتمناكم تدخلوا القناه ديال كلاش تي في اللي ما بالنسبه للناس اللي ما شافوهاش يدخلوا يشوفوها لكل غايه مفيده فيها ما يتسمع وفيها ما يتقال. كنقول لهاد الناس انا والله الا بحيش وهضرت حتى عيش وطاب لي الراس واللسان ديالي مع هاد الحكومه المباركه المسعوده ديالنا اللي دخلت علينا من حوالي عامين هذه تقريبا ملي دخلتنا بواحد الشعار رنان بزاف كيقول تسهل احسن وبان داكشي اللي غادي نقدموه لكم للشعب المغربي في هذه الحكومه ما عمركم سمعتوا به ولا حلمتوا به في عهد الحكومات السابقه. المهم اخوتي خليوا التعليقات ديالكم هنا في ركن التعليقات اسفل باش تعمل فائده وباش الحاضر يعلم الغيب وباش نوصلوا الميساج ديالنا الى من يهمهم الامر. تحياتي العاطره لكم جميعا والى موضوع اخر باذن المولى عز وجل.